إذا غلاء المعيشة في ظل هالارتفاع الأسعار الجنوني، كيفاش قادرة تتصرف في شهريتك في مصاريفك؟ بالروش، نخرج في الروش ديما؟ ديما لا عمني، ولا ما كنتش السنة بالذات قسما عظما نخرج في الروش. توا ولدي يخدم ماخو قرض، الاخر معرس زاد اخذها قرض وعرس، وين خذيت قرض باش عاونته باش عرس، وعايشة بالروش هذيك هي الشهرية، ما عادش تكفي. صدقني انا لا نتكيف لا نعمل في حد شيء، 20 دينار ما تكفينيش في النهار. وحدك؟ اي وحدي 20 دينار ما تكفينيش، تصب كوارت تشري حاجة كي تشري قزوزة تشري حاجة حلوة، فهمت كل شيء؟ يجي الليل تلقى روحك دينار 2000 هذا كي لقيتهم يعني. يفضل لك باش تعمل مكياجك تشري مكياج لابسة حاجة حجامة؟ على فكرة أنا ما نمكياش يعني مش نشري مكياج، ما عنديش ما عنديش مشكلة يعني مع المكياج، فهمتني؟ لبسة كهو نشري لبسة كهو. شو الحاجات اللي تتنازل عليهم؟ أكثر اللبسة نشريها باش ما نكذبش عليك، يعني نضطر إني نشري مش من البوتيكات أكثرهم، على خاطر نشري من الفريب أكثر، على خاطر البوتيكات غاليين. تقلل شوي من مصروفك انت في النهار، فما حاجات زايده ساعات نحنا نعملوها في النهار نجمو نحوها زايده. كيما شنو؟ كيف مثلا القهاوي الخرجات نجم تنقص فيهم انت مش بالضروره، فما ناس مثلا تمشي لك تاخذ لك القطعه ب 200 و 300 دينار، تمشي تهبط لتونس تلقاها ب 50 و 60 اقل سومه. اقل سومه انت كيفاش تخمم يعني؟ مش كل شيء اعطيني انا حاجه غاليه وكهو. مقتصد نهار كيفاش ناكل؟ باش ناخذ بستين ناخذ خبزه مثلا، فهمني؟ باش نطيب الحم نطيب الدجاج، فهمني؟ وبشوي بشوي نقتصد وهذيك هي معناتها. كيما تو يبيعوا في الماء في دبابز نولي نشري لك الماء يبيعوا فيه في الكويمن هذاك. بحكم انا ما نعيش في تونس، اما لاحظت البلاد غلات ياسر بصراحه. البلاد يعني نعيش في المانيا. مثلا مصروفك اللي تصرف فيها عمني في تونس هو بيدو نتاع سنة؟ لا ماهوش بي، هو بيدو ميلورو مثلا. انا عامله كان تشدني بالباهي، من سنة صرفت ميلورو ما نعرفش، انا عندي 3 جمعات معناها شبيك. دبوس الغاز كانت ب 7000 وماشية وتزيد، الحليب غالي وما فماش ديجا مفقود. بالنسبة اللي يعيش في تونس مسكين بصراحة، اللي يخلص والله اللي يخلص معناها في سالير هم حتى 1000 دينار حتى 1000 دينار معناتها ما يوصلش بصراحة. فما حاجات تنزل عليهم؟ عبرشة تنزلنا على برشة حاجات. حوايجنا ولينا نمشي ونتان، مكذبش عليك، قبل واحد يدخل ليل يمشي يمشي ياخو تبديلة بيه يبرقش بيه روحه. طوى نقسمته بالله ولينا داخلين اون لايف في الفريب، تقول لك مريول 20 دينار، السروال 15 دينار، ولينا تنازلنا على برشا حاجات زادة في العظم تنازلنا عليه، كذبش عليك. والواحد الزيت ولا كان قبل يصب، احنا مانا ولاد بابلا الشعب معناها عايش ويحب البذاق ويحب ياكل ويحب يعيش، ماناش قارين حساب معناها باش نجلم فلوس باش نعيش لهم. الزيت ولا واحد كيصب الزيت، انت تصب الدبوزة في الطنجرة ما تعسش، تصبي تمشي. توا وليت تعمل هكايا تعس عليها لا مش بالقطرة، اما يلزمك ترد بالك باش ما تصبش برشا زيت، ما كذبش عليك. مثلا انت مدام يعني تستحق لبسة، تستحق مكياج، حمام، حجامة؟ لا توا انا المكياج مانيش مكياج الحق، تراني معناها فلان عادي وجهي صافي، لا عندي لا فوندوتان لا واحد خليقة ربي. تنازلت كيما نقولوا الحمام، مش تعرف تمشي الحمام، مش تعمل انا مريضه معناها ظهري وكذا، باش حارزه اخي الحارزه شو باش تعطيه؟ باش مد لها 2000 فرانك هي بيدها تعيش في الغلاء، على القليله باش تحك تعطيه 5000 فرانك. وليت ما عادش تمشي الحمام كل جمعه، نمشي مره في 15 يوم ووسط الجمعه ندوش في الدار. تنازلت على برشا حاجات كيما قلت لك، لبستي تنازلنا ما الليل محويسه صيف السنه هذه ما صيفتش، مستنسين نكريو بالله العظيم، مستنسين نكريو في الهواريه نهز ولادي وراجل، لا صيفت ولا ريت صيف. البحر ما نكذبش عليك، مشيت مره انا واختي عندها كهرباء مشينا لسيدي علي المكي، عملنا غطسه يقول لك اعمل 3 غطسات للصيف باي غطسه وروحنا. سيدي علي المكي باش يحط لك بلا ودرشنيه باكس حسبه، مشينا هزيت مرت ولدي وانا واختي وبنتها، عادينا نهاير صرفنا فيه 160000 وروحنا. مثلا انت كي باش تاخذ قطعتين ثلاثه مش كيف برشا قطعات حاجاتك كي
مثلا نعرفش انا فما برشا مصروف زايد نحن قاعدين خاصة البنات راهو في برشا حاجات كل جمعة علاه نشريو لازمنا كل جمعة نجبدوا شعرنا كل جمعة نختاروا شامبوانات جدد حاجات جديدة براسليات اللي تنجم انت تنقص وانت وكيفاش وانت وقداش مصروفك معناتها يا اخي انت ديما لازم جبدين شعرك تنجم تقعد حتى ببلاش انت اللي باش تجبد بيها كل جمعة شعرك تنجم تعمل بروتين ويقعد لك عادي عليه هذا صحيح ولا؟ اها في لبستك في اللبسه ما تنجم مش ديما هاو ماركيت ما نعرفش شنيا تنجم تهبط لتونس تاخذ اللي تحب عليه وباقل سوم ومش ديما مثلا عادي في الشهر تاخذ حاجه مش كل جمعه تهبط وتاخذ ومصروف زايد معناتها تحسبها يعني. اكيد سي تعرف تتقزط في فلوسك تنجم تعيش في تونس والله انا صدقني الحاجه اللي نشتريها نشريها كل نشريها حتى بمليون نشريها عادي ما نحرمش روحي يعني. اخر شهر كيفاش تكملوا؟ تعبة شوية في مخي على خاطر ما شهرية ما تلقاهاش فهمتني هي ساعة أولا من نهار الأولاني شهرية ما عادش تلقاها مش آخر الشهر نكون ناكل باللحم نولي ناكل بالدجاج فهمت نولي ناكل مرة في 15 يوم ناكل حوت في كل مرة كل جمعة ناكل حوت نولي في 15 يوم باش نفضل نعطي حليب لولادي والصغار واحد باش نجم نعيش بالطريقة هذه تنجم تكفيك سالارك؟ انت والسالير زيادة سامحني تو نحكوا على السالير انت قداش تخلص زيادة في الشهر؟ ما وصلش باش يمشي يكري في سوسة ولا نو نو ولا تو اعطيه ياكل باش يعيش اساسيات ياكل باش يعيش حتى ولده يحب يمشي يتفرد نو يضرب كافيين شد الدار قاعد نو تنصرف معاك من بعد اعطيك تو ماكل في كرشك سافا ترقد في الدفاك هو معناه لما باش نوصلوا عطا وتلة ولا خرجات ولا باش تنقل يتفرهد هنشوف فيها من صغار فهمني 15 يوم تاع الصلاة عدوهم في الدار انا صغار اختي 15 يوم عدوهم في الدار معناها كذا فما لي مويا راه هزتهم تسوسه انا من القروان كذا فما لي مويا راه هزتهم تسوسه وتفرهدوا انت توا تدخل باش تمشي تقضي معناها باش تهز معاك نقول وعندك معناها في الدار الطماطم والزيت وندرى شنو الأربعين ألف تخليهم تروح يوميا تشري الحم تريف الحم باش تاخذ الخضرة الخضرة بالغلية والكوية بطاطا فلفل طماطم ندرى شنية خبز تخلطش على كعبات توا وقت كعبتين برتقان تفاح معاش نخزروا له معناها نولي ونشريوه كيما نقولوا مثلا هما أنا توا يصبوا لي شهرية لو 19 لو 20 ياخذوا القرض شنعمل أنا نمشي نجري ناخذهم انا قبل ما يجي لو فا وياخذوا نتاع القرض كي تجي الشهريه اللي بعدها ياخذوا نتاع القرض يخليوا لك التفتوفه هذيك هي الحياه عايشين خارجين في الروج وبالسولف ونمشي ساعات كي نبدا مانيش في الروج نمشي للاقسمتو بالله توا صبوا لي ياك البريم والتريزيام كملوا فيه ودوايات وما تعرفوا غلاه وكل وقسمتو بالله البارح مشيت للبنك خذيت افونس على شهريتي مثلا انتم الجيري بالخارج انت واحد منهم تحس الفرق في الاسواق في الاسعار تحس ما بين عمله السنوي بين الفرق ما بين عمله السنه معناتها مانيش نحكي لك على 5 سنين و10 سنين معناتها نحكي على عام دي ديفيرونس معناتها عام انتم بالورو ما تحسوا هاني قلت لك بالنسبه لي انا بليز او موان سافا شويه مثلا انا هاني خلطت باش ناخذ كيلو بانان معناتها ب 8300 سي غراف معناها معناها لهنا شكون باش ياخذ كيلو بانان 8300 اللهم راهو فغيمون البانان اللي نهار ناخذو غادي نتلوح ساعات في الدار الكيلو الكيلو بانورو ب 75 سنتيم بانان فهمت نقصد بالله ساعات اللي نلوح وين لهنا اللي ترى لهنا كعب بانان صغار خويا عامل معاه سيلفي فهمت استنى قال لي خلينا مع تصوير بعد برت انا كلاه قسمه قسمته لهم على زوز معناها في المانيا تلقاو المنتوجات التونسيه غادي موجوده فما هاي الهريسه شنو المنتوجات التونسيه الهريسه الشاميه نتاعنا موجود هاي الاسوام اللي موجوده ولا اغلى لا اغلى بيان سور اغلى فما تصدير عاد وفما بحر وفما واحد فما الدقله احكي لي على الدقله الدقله تو بالنسبه لهنا غاليه وغادي واو تو غادي يمشي غالي ما فهمتش اما اللي ناخذ فيها هنا راه ماشي نتاع تونس ناخذ نتاع الجزائر مثلا غادي تو نتاع تونس يعني هنا ما 13000 هني كنت نشوف فيها توا فهمتني في المارشي 13000 معناها ويلزمني ناخذ طرف دقل البابا معناتها قلت لهم يا ذومه
هما تعرف خذيتهم البابا خبيهم له تفرقمش على الصغار هذيك خبيهم كان البابا برك معنا يزم يعمل منهم شمه الصباح ويرجع يخبي مانيس يقول لك انا شهريتي يدوب تكملني ضروريات الكماليات صحيح هاي خطره في تونس كل شيء غلي ما عادش حتى شيء رخيص كل شيء غلي الدجاج غلي في كل شيء توسكي اي حاجه غليت في تونس عندهم حق فما ناس شهريتها 500,000 بالله كريت 300,000 ضو مي مصروف علاش هي اكثريت حتى الناس ما عادش تحب تعرس على الحاجه هذه قاعدين يزودوا في اسوام الحاجات وما همش قاعدين يزودوا في شهريات العبيد